الطقس البارد والأمطار والثلوج لم تمنع آلاف الأمريكيين من الخروج إلى شوارع واشنطن ونيويورك وبوسطن وميشيغان وبنسلفانيا احتجاجاً على المرسوم الرئاسي لترامب بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. نحن أمريكيون ونحن أمة من مهاجرين، وكل من يدعو لطرد المهاجرين ينسى أننا لم نكن الأوائل في هذه القارة. الكثيرون تظاهروا أمام المطارات كما هي الحال هنا في ميامي، فرغم القرار القضائي الذي أوقف المرسوم الرئاسي لا يزال عدد من المسافرين من الدول 7 التي شملها الحظر عالقين هناك. الأمر يعنيني شخصياً، فأنا مهاجرة من فنزويلا وعائلتي تعرضت للملاحقة السياسية، وأعرف معنى أن لا يشعر المرء بالأمان في وطنه. أشعر بالأسف تجاه هؤلاء، فهم بدون حماية ونحن نعتقلهم. وبالرغم من الاحتجاجات الواسعة والانتقادات الدولية، وصف الرئيس ترامب هذا المرسوم في نهاية الأسبوع بالنجاح الهائل، كما أن المتحدث باسم البيت الأبيض دافع عن هذا القرار. يتعلق الأمر بحظر للسفر لمدة 90 يوماً كي يتسنى لنا القيام ببعض الإجراءات الأمنية الإضافية لمعرفة من يدخل إلى بلدنا، فأمن أمريكا ومواطنيها يحظى بأولوية مطلقة، وما يهم رئيسنا هو السماح فقط للأشخاص المسالمين بالدخول إلى بلدنا. أما المتظاهرون فيبدو أنهم لا يصدقونه. ندافع عن قيم أمريكا القائمة على الانفتاح والتسامح والتنوع، وليس على الخوف والانعزال والكراهية التي يدافع عنها ما يسمى برئيسنا. الاحتجاج في تزايد مستمر، وقد شمل أيضاً أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري انتقدوا المرسوم، كما أعلن الديمقراطيون عزمهم تقديم مشروع قانون لمجلس الشيوخ لوقف مرسوم الرئيس.